مرحبا مشتركي سبورانيت، بنصلح لكم نموذج ثاني من فروض المراقبة عدد 4 في مادة الرياضيات لتلاميذ سنة 9 سيسي. دونك نبدأ بالتمرين الأولاني. النموذج هذا في 3 تمارينات. نبدأ بالتمرين الأولاني واللي هو ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة. A B C مثلث، حيث A B 3 جذر 2، A C جذر تربيع ل 6، و B C 2 جذر تربيع ل 3. فإن هذا المثلث غير قائم، وإلا قائم في A وإلا قائم في C. به دوك احنا لهنا معناتها الفروض هذه تحت درس نظريه بيتاغور، اذا يمشي في بالنا دونك لهنا انه باش نخدموا سي سيغ بنظريه بيتاغور. باش نبين انه قائم، هو عطيني الاقسام تاع الاضلاع، دونك لازم يكونوا مثلا انا عندي هذه قائم في ا لهنا بي سي، دونك ا بي قوت 2 مع ا سي قوت 2 و سي بي سي قوت 2. انا شنو باش نجي نحمل لهنا؟ دونك شنو نعمل؟ ا بي قوت 2 شنو باش تعطيني؟ هي 3 جذر تربيعي ل 2 قوت 2 اللي هي 9 في الاثنين، دونك اللي هي لهنا 18، و AC قوت 2 دونك لهنا جذر تربيعي ل 6 قوت 2 اللي هي 6، و BC قوت 2 اللي هي 2 جذر تربيعي ل 3 قوت 2 دونك 4 في 3 اللي هي 12. فوالا انا لهنا كي نعمل 6 مع 12 باش تعطيني؟ باش تعطيني 18. اذا AC قوت 2 مع BC قوت 2 يساوي AB قوت 2. اذا هو مثلث قائم الزاويه الوتر نتاعو هو AB. اش معناه؟ دونك هذا A وهذا B، اوتوماتيكمون هذا C خاطر هنا عويني. فوالا دونك هو قائم الزاويه في C. فوالا السؤال الموالي، ABC مثلث متقايس الاضلاع طول ارتفاعه AH 3، فان AB 3 جذر تربيع 3 على 2، AB 2 جذر تربيع 3، ولا AB 3 على جذر تربيع 2. هو مثلث متقايس الاضلاع وهذا الارتفاع نتاعو اللي هو AH، دونك ABC دونك هذه النقطه H. مادام هذا الارتفاع اذا هنا عندي زاويه قائمه، اذا HB قوت 2 مع HA قوت 2 يساوي AB قوت 2. بما انه هو مثلث متقايس الاضلاع، اذا اش بي قوت 2 هي بي سي على 2، معناتها اش بي هي بي سي على 2. اوكي دونك اش بي يساوي بي سي على 2، مثلث متقايس الاضلاع بي سي هي بيتها ا بي. دونك باش نجي نعوض من هناش، باش تولي عندي، باش تولي عندي ا بي قوت 2 على 4 مع على 2 قوت 2 دونك على 4 مع اش ا، اش ا هو الارتفاع اللي هو 3 دونك مع 9 يساوي AB قوت 2. إذا AB قوت 2 ضارب لهنا 1 إلا 1 على 4، هذه جبتها من الناحية الأخرى، دونك يساوي 9. واحد المقامات دونك تجيني 4 على 4، إذا 3 على 4 AB قوت 2 يساوي 9. هذا معناه إنه AB قوت 2 يساوي 9 في 4 على 3. إذا الضلع AB هو جذر تربيعي ل 9 في 4 على 3، دونك 9 جذر تربيعي ل 9 هي دونك 9 على 3 هي 3، معناتها جذر تربيعي ل 3 في 4، دونك 2 جذر تربيعي ل 3. فوالا إذا 2 جذر تربيعي ل 3. السؤال الموالي، B أكبر أو يساوي من A، B أكبر أو يساوي من C، فإن A إلا إلا D أصغر أو يساوي من B إلا C، وإلا A إلا C أصغر أو يساوي من B إلا D، وإلا A إلا B أصغر أو يساوي من D إلا C. هو شنو عطيني هنا؟ عطيني إنه A أصغر أو يساوي من B، وعطيني إنه C أصغر أو يساوي من D. دونك قال لي لهنا A إلا D أصغر أو يساوي من B إلا C. دونك شنو معناها أنا لهنا كي عندي كي نبدل العلامة شنو باش يصير لهنا؟ في ال C دونك لهنا باش تولي C أكبر، لهنا إلا C باش تولي أكبر أو يساوي من إلا D. باش نعمل عملية جمع عادية، دونك A إلا C لهنا دونك باش نحطهم مع بعضهم، A أصغر أو يساوي من B، وإلا D أصغر أو يساوي من إلا C. إذا لهنا A إلا D أصغر أو يساوي من B إلا C. فوالا دونك الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولانية. السؤال الموالي، A عدد حقيقي موجب قطعا، معناتها A أكبر قطعا من صفر. إذا لهنا A عدد حقيقي موجب قطعا حيث و A أصغر أو يساوي من واحد. إذا شو معناتها لهنا؟ معناتها A ما بين صفر وما بين الواحد. إذا A أصغر أو يساوي من A قوت 2، A أصغر أو يساوي من جذر تربيعي لA، ولا A أكبر أو يساوي من A قوت 2. ليه مش ناخذ عدد احنا هنا؟ مش ناخذ واحد على 2 لما حل القاعدة هي موجودة في الكور، ولكن أنا ديما نعطيكم في ليزاستيس وقت اللي تنسوا قاعدة، دونك تاخذوا مثال. باهي دونك لهنا هذه الأ، أ هي واحد على 2،
إذن أ قوة اثنين شنو باش تجيني؟ بتجيني واحد على أربعة. إذن لهنا لاحظوا شنو نحنا لهنا، عندنا الأ هي واحد على اثنين، والأ قوة اثنين هي واحد على أربعة. أما أكبر واحد على اثنين ولا واحد على أربعة؟ بالطبيعة واحد على اثنين أكبر من واحد على أربعة، معنتها أ أكبر من أ قوة اثنين، أوكي؟ دونك لهنا، و كي ناخذ مثلا أن الأ هي واحد على أربعة، إذن جذر التربيع لأ هو واحد على اثنين، معنتها جذر التربيع لأ أكبر من أ، أوكي؟ فوالا، دونك إحنا لهنا شنو عندنا؟ قلنا الأ أكبر أو يساوي من أ قوة اثنين، وجذر التربيع لأ أكبر من أ. دونك لهنا عندنا انه الا اكبر او يساوي من ا قوة 2، وجذر التربيع ل ا اكبر او يساوي بالا. نتعدوا للتمرين الثاني. ا و ب عددين حقيقيين موجبين قطعا بحيث ب اكبر او يساوي من ا، قارن 2 ا الا 1 و 2 ب الا 1. دونك هو شنو عطيني لهنا في التمرين الثاني؟ عطيني انه ب اكبر او يساوي من ا، اوكي؟ دونك 2 ب بتبيعها باش تكون اكبر او يساوي من 2 ا. إذا 2 ب إلا 1 أكبر أو يساوي من 2 أ إلا 1، فوالا. قارن 2 جذر تربيعي ل 5 و 3 جذر تربيعي ل 2. دونك لهنا باش نقارنوا 2 جذر تربيعي ل 5 و 3 جذر تربيعي ل 2. إذا دونك إحنا عندنا إنه 2 جذر تربيعي ل 5 موجبة و 3 جذر تربيعي ل 2 كيف موجبة. دونك أنا باش نجي نقارن قوة 2 لهنا. كي نعمل 2 جذر تربيعي ل 5 قوة 2 شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 4 في 5 اللي هي 20. كي نعمل 3 جذر تربيعي ل 2 قوة 2 باش تعطيني 9 في 2 اللي هي 18. إذا لهنا 2 جذر تربيعي ل 5 قوة 2 أكبر من 3 جذر تربيعي ل 2 قوة 2، فوالا. دونك لهنا بما أنهم زوج موجبين، ألور 2 جذر تربيعي ل 5 أكبر من 3 جذر تربيعي ل 2. باهي باش نحل قوس. بما انه الآلة الحاسبة مسبوح بها في الدفوار، انتم باش تتأكدوا من خدمتكم صحيحة ولا غلطة، تجيو بالكالكولاتريس تحسبوا 3 جذر تربيع ل 2 وتحسبوا 2 جذر تربيع ل 5 وتتأكدوا اللي هذه أكبر من هذه، جوست لهنا باش يكون معناتها ليطمئن قلبك التلميذ ويعرف انه خدمته صحيحة ويكمل بقية التمرين بالصحيح. باهي، نمر إلى السؤال جي. استنتج مقارنة لي 1 على أ قوة 2 مع 3 جذر تربيع ل 2 و 1 على ب قوة 2 مع 2 جذر تربيع ل 5. دونك احنا بالطبيعة قلنا انه الأ أصغر أو يساوي من ب، وعطاني انديكاسيون من الأول، قال لي راهو الأ والب عددين حقيقيين موجبين قطعا، إذا الب قوة 2 أكبر أو يساوي من الأ قوة 2. راني المعلومة هذه مهمة برشا على خاطر أنا ما نجمش نمر للأ قوة 2 ونحافظ على العلامة وقت يبدو سلبي. فوالا، دونك وعندنا احنا انه 2 جذر تربيعي ل 5 اكبر من 3 جذر تربيعي ل 2. اذا لهنا ا قوة 2 مع 3 جذر تربيعي ل 2 باش تكون اصغر من ب قوة 2 مع 2 جذر تربيعي ل 5. توا باش نحط لانفيرس 1 على دونك باش تتقلب العلامه، باش تولي لي 1 على ا قوة 2 مع 3 جذر تربيعي ل 2 اكبر من 1 على ب قوة 2 مع 2 جذر تربيعي ل 5. فوالا. السؤال الموالي، اكتب دون علامة القيمة المطلقة. دونك E يساوي القيمة المطلقة A إلا B إلا جذر تربيعي لاثنين إلا 2B إلا 2A مع جذر تربيعي لاثنين. فوالا، بالطبيعة لهنا باش نكتبو دون القيمة المطلقة، معنتها يلزمني نحي القيمة المطلقة. دونك احنا شنو عندنا لهنا؟ عندنا الأ وعندنا الب، واحنا نعرفو المقارنة ما بين الأ والب، ومي دخلت فيها جذر تربيعي لاثنين. نبدا بالعباره الاولانيه. دونك احنا نعرفوا انه ب اكبر او يساوي من ا، اذا ا الا ب باش تكون لهنا سالبه، بالطبيعه جذر تربيعي لاثنين موجبه، اذا لهنا الا جذر تربيعي لاثنين جذر تربيعي لاثنين فوالا موجبه، اذا الا جذر تربيعي لاثنين باش تكون سالبه. ا الا ب الا جذر تربيعي لاثنين كلها باش تكون لهنا سالبه، اوكي؟ دونك لهنا علاش سالبة؟ على خاطر عندنا انه الأ إلا ب سالبة ومعها إلا جذر تربيع لاثنين، دونك باش تكون سالبة لهنا. إذا أ القيمة المطلقة لأ إلا ب إلا جذر تربيع لاثنين، لهنا القيمة المطلقة العدد سالب، دونك دخل إلا باش نحي القيمة المطلقة، إلا أ إلا ب إلا جذر تربيع لاثنين، دونك نجم نكتب هي ب مع جذر تربيع لاثنين إلا أ. العبارة الموالية، دونك 2 ب إلا 2 أ مع جذر تربيعي لاثنين، هي 2 ب إلا أ مع جذر تربيعي لاثنين اللي هي لهنا موجبة. دونك
بما انه احنا عندنا البي اكبر او يساوي من ا، معناتها البي تنجم تكون يساوي ا، دونك باش تعطيني صفر وهي باش تعطيني جذر بي اثنين، دونك هنا قطعا نجم نحط قطعا. اذا القيمه المطلقه لاثنين بي الا اثنين ا مع جذر تربيعي لاثنين تبقى هي بيتا، دونك اثنين بي الا اثنين ا مع جذر تربيعي لاثنين. تعالوا للعباره او واللي هي دونك هذا الا هذا، معناتها بي مع جذر تربيعي لاثنين الا ا الا اثنين بي مع اثنين ا الا جذر تربيعي لاثنين، خاطرنا دخلنا عليها علامه الا. دونك جذر تربيعي لاثنين الا جذر تربيعي لاثنين بتمشي على روحها، باش تبقى لي هنا بي الا اثنين بي دونك الا بي الا ا مع اثنين ا دونك مع ا، فوالا دونك او يساوي ا الا بي. السؤال الموالي استنتج مقارنه بين أ إلا بي إلا جذر تربيع لاثنين واثنين بي إلا اثنين أ مع جذر تربيع لاثنين، القيمة المطلقة بالطبيعة. إحنا طلعنا الأو هي أ إلا بي، وبما إنه الأ أصغر أو يساوي من بي، إذا الأو لهنا باش تكون سالبة. دونك بما إنه الأو سالبة، الأو هي القيمة المطلقة لأ إلا بي إلا جذر تربيع لاثنين إلا اثنين بي إلا اثنين أ مع جذر تربيع لاثنين سالبة. إذا باش تكون بالطبيعة مادام سالبة، إذا هذه باش تكون بالطبيعة أكبر أو يساوي من العبارة الأولانية. دونك هنا القيمة المطلقة لاثنين بي إلا اثنين أ مع جذر تربيعي لاثنين أكبر أو يساوي من القيمة المطلقة لأ إلا بي إلا جذر تربيعي لاثنين، فوالا. السؤال المولي معنتها كملنا التمرين الثاني، ونمر إلى التمرين الثالث وهو تمرين في الهندسة. دونك حاولوا نقرأ التمرين مع بعضنا وبعديك نصلحوه. التمرين الثالث A B C مثلث متقايس الضلعين حيث A B يساوي A C يساوي 10 سنتيمتر و B C يساوي 12 سنتيمتر، دونك و E منتصف B C. باش نحبسو لهنا، باش نعملو الرسم نتاعنا في معناتها على راحتنا وباش تكون خدمة صحيحة، وبعديكا نجاوبو على الأسئلة. أنا كيما علمتكم ديما ناخذو بريون لهنا، هو مثلث متقايس الضلعين في A، دونك لهنا B ولهنا C، هذه 10 وهذه 10 وهذه 12. دونك ناخذو المسطرة نتاعنا، دونك تسعة عشرة على حداش اثناش، دونك شحال نجيبها من هنا، هلا، دونك هذايا هو ضلع بي سي، وعندنا الـ A تبعد عن بي 10 سنتيمتر وعن سي 10 سنتيمتر، فوالا. دونك بما إنه الرسم كبير انتوما فوالا، دونك لهنا تحاولوا بالطبيعة وقت الامتحان تبدا نظيفة وتبدا دونك مريقلة. جست أنا لهنا باش نعاود لكم باش يكون الرسم ديما في ورقة الامتحان، الرسم يكون وحده، معناتها ما تكونش معاه حتى كتيبة أخرى باش تنجموا تزيدوا حاجات أخرين وما تدخلوش بعضكم، دونك الرسم باش يكون هكايا. أنا ماذا بيا معناتها أنتم تخدموا معايا الرسم في آن واحد باش تتبعوا وتعرفوا كيفاش ترسموا. دونك هذايا هو بي سي، وقلنا لهنا باش ناخذوا 10 سنتيمتر، فوالا دونك هذه هي 10 سنتيمتر. هذه هي اللي هنا وين ديجا المسرة 10 سنتيمتر. باهي، اذا اي منتصف بي سي، دونك انا لهنا باش تكون هذه هي الاي، فوالا. بين ان اي عمودي على بي سي، فوالا دونك سهله هذه. كيفاش نبينوها انه اي عمودي على بي سي؟ دونك ا بي يساوي ا سي، اذا ا تنتمي الى الموصل العمودي لقطعه المستقيم بي سي، وبما انه اي منتصف بي سي، اذا اي زاد كيف كيف تنتمي الى هذا الموصل العمودي، اذا اي عمودي على بي سي، فوالا. دونك شنو عندنا احنا هنا؟ قلنا ا بي يساوي ا سي، اذا ا تنتمي لي بي سي، اي منتصف بي سي، دونك لهنا اي عمودي على بي سي، اي هو يمثل الموسط العمودي لي بي سي، فوالا. دونك هذا هو السؤال الاولاني. السؤال الثاني، احسب بي اي وبين ان اي يساوي 8 سنتيمتر، بي اي هي بي سي على 2، دونك
اللي هي 12 على 2 دونك يساوي 6 سنتيمتر. وبين ان اي يساوي 8 سنتيمتر دونك هذه الاي ولاها وين هي ديجا 8 سنتيمتر. بما انه المثلث نتاعنا قائم الزاويه باش نخدموا بنظريه بيتاغور. اذا ا بي اي اذا بي اي قوت 2 مع اي ا قوت 2 يساوي ا بي قوت 2. دونك هو لهنا يحب يلوج على الاي اي دونك ا اي قوت 2 ولا اي ا قوت 2 هي ا بي قوت 2 الا بي اي قوت 2 دونك هي 10 قوت 2 الا 6 قوت 2 دونك هي 100 الا 36 اوكي. دونك 100 الا 30 70 70 باش نقص منها 6 باش تعطيني 64. الوغ اي ا يساوي الجذر التربيعي ل 64 دونك يساوي 8 سنتيمتر. فوالا السؤال الموالي ام المسقط العمودي لاي على ا بي. دونك لهنا باش نحاول نحطوا المسقط العمودي لاي على ا بي. دونك عندنا زاويه قائمه هذه النقطه نتاعنا اللي هي النقطه ام. احسب اي ام ام ا و ام بي. فوالا دونك لهنا بالاعتماد على نظريه بيتاغور في مثلث قائم الزاويه. بما أن M هي لإي على AB إذا لهنا دونك أول حاجة أسألني عليها هي الإي إم دونك إي إم به. إحنا عندنا لهنا الإم هي المسقط العمودي ولكن الإم بي ما عنديش والإم أ ما عنديش والإي إم ما عنديش أوكي. دونك ردوا بالنا لهنا أنا المثلثات اللي باش نخدم بهم. فما العلاقه القياسيه في المثلث القائم عندنا المثلث ا بي اي هو قائم الزاويه. ردوا بالنا اذا كان باش نمشيو نخدموا احنا لهنا بيتاغور ماهيش باش توصلني اوكي. دونك باش نخدموا بالعلاقه القياسيه في المثلث قائم الزاويه. اذا شنو باش تعطيني لهنا؟ باش تعطيني اي ام في بي ا يساوي دونك لهنا اي بي في اي ا. فوالا دونك احنا لهنا نلوجو على الاي ام يساوي اي بي في اي ا على بي ا. الاي بي نعرفها قلنا 6 في اي ا دونك حسبناها اللي هي 8 سنتيمتر. وبي ا دونك لهنا بي ا اللي هي 10. فوالا دونك 6 في 8 على 10 باش تعطيني 48 على 10 دونك يساوي 4.8 سنتيمتر. هذه هو لهنا اي ام. جست لهنا باش نعمل كونفيرماسيون بالمسطره هاوني من 0 حتى ل 4.8 ريتو. و ام ا دونك لهنا ام ا بما انه انا طلعت هذه وطلعت هذه نجم نخدمها بيتاغور. دونك ام ا قوت 2 مع اي ام قوت 2 يساوي اي ا قوت 2. اذا ام ا قوت 2 هي اي ا قوت 2 الا اي ام قوت 2. دونك الاي ا قلنا هي 8 سنتيمتر دونك 8 قوت 2 الا اي ام قوت 2 دونك اللي هي 48 لهنا على 10 قوت 2 دونك 48 4.8 نجم نحطها قوت 2. دونك هذه باش تعطيني 64 وهذه هي دونك عندي 4.8 قوت 2. لهنا نخدموها بالاله الحاسبه نتاعنا على خاطر ما عنديش انا دونك لهنا 48 نعمل 48 قوت 2 على دونك 10 قوت 2 اللي هي 100 باش تعطيني 23.04 دونك هذه كل باش تعطيني 23.04. اذا ام ا قوت 2 دونك لهنا عندنا 64 الا 23.04 والنتيجه باش تكون 40.96. هذه ام ا قوت 2. احنا حشتنا ب ام ا دونك نعملوا جذر تربيعي ل ام ا قوت 2 ولا باش نلقاها 6.4 دونك ام ا يساوي 6.4 سنتيمتر. لهنا ديما انا نتحقق بالمسطره فوالا دونك لهنا هذه هي الام ا اوكي. ونمر الى ام بي يا اما هي هذه الا هذه ولا نخدم لهنا مثلث قائم الزاوية ام بي قوت 2 مع ام اي قوت 2 يساوي بي اي قوت 2. دونك احنا لهنا باش نخدمو بيتاغور. دونك ام بي قوت 2
مع ام اي قوة 2 يساوي بي اي قوة 2. اذا ام بي قوة 2 هي بي اي قوة 2 الا ام اي قوة 2. دونك البي اي قلنا هي 6، 6 قوة 2 الا ام اي مازلنا كي حسبناها، دونك الام اي 4.8 سنتيمتر، دونك اللي هي قوة 2 معناتها 23.4، فوالا دونك 23.04. اذا مش تعطيني 36 الا 23.04. دونك لهنا بالطبيعه نخدموها بالكالكولاتريس، الكالكولاتريس راهي مسموح بها في الاختبار، انتم بالطبيعه تزيدوا تسالوا البروف نتاعكم، ولا دونك تجيني 12.96. بالطبيعه احنا حاجتنا بجذر التربيعي، دونك باش نتحصل هنا على 3.6 سنتيمتر، وهذا باش يزيد ياكد لي الخدمه نتاعي، خاطر انا كي نعمل 3.6 ونزيدها 6.4، دونك لهنا شنو باش نتحصلوا؟ باش نتحصلوا على 10. اوكي دونك 3.6 و6.4 باش نتحصلوا على 10 سنتيمتر اللي هي ا بي. السؤال الموالي، دونك لتكون الدائره سي ذات القطر بي سي، اذا هنا الدائره دونك كومبا والتي تقطع ا بي في نقطه ثانيه اش، اذا الدائره سي ذات القطر بي سي معناتها المركز نتاعها باش يكون اي، وهذايا دونك هذه هي الدائره نتاعها. ريتو علاش قلت لكم ناخذ ورقه نخدموا عليها رسم، ولا دونك هذه الدائره سي تقطع ا بي في نقطه ثانيه، دونك هي نورمالمون تقطع ا بي في بي، والنقطه الثانيه هذه اللي هي النقطه دونك اش. اثبت ان اي ام موازي لسي اش، دونك اي ام هاكا وهاكا سي اش، باش يحب يبين لهنا انه هما متوازيين، فوالا دونك لهنا بين ان اي ام موازي لسي اش. اذا لهنا احنا شنو عندنا المثلث بي سي اش كيفاش باش يكون لهنا؟ هو مثلث قائم الزاوية. علاش هو المثلث نتاعنا هذا قائم الزاوية؟ على خاطر القطر نتاع المثلث هو قطر للدائرة. اوكي اذا المثلث نتاعنا بالطبيعة لهنا باش يكون هو مثلث قائم الزاوية في اش، اذا سي اش باش تكون عمودي على ا بي. اوكي اذا المثلث نتاعنا بي اش سي قائم في اش، اذا سي اش عمودي، ها هيك سي اش عمودي على بي اش. احنا عندنا انه اي ام عمودي على بي اش، اذا لهنا سي اش موازي لاي ام. فوالا السؤال الموالي، بين ان ام منتصف بي اش واستنتج البعد سي اش، دونك لهنا مش يبينوا انه ام منتصف لهنا بي اش ثم استنتج البعد سي اش، هاك البعد، دونك لهنا يحب يبين هذا البعد. هنا باش نفكركم، دونك نفكروا طاليس، طاليس راهو مش قريناه اول العام نسيناه، دونك باش نبينوا انه ام منتصف سي اش باش نخدموا بنظريه طاليس. دونك بما انه اي ام موازي لسي اش، اذا انا باش ناخذ المثلث بي ام اي باش نخدم طاليس، شنو باش تعطيني؟ بي ام على بي اش يساوي بي اي على بي سي. اوكي دونك بي ام على بي اش يساوي بي اي على بي سي اللي هي ام اي على سي اش. احنا عندنا بي اي على بي سي يساوي 1 على 2، دونك هذه هي 1 على 2، باش تولي عندي، باش تولي عندي بي ام على بي اش يساوي 1 على 2 و ام اي على سي اش يساوي 1 على 2. اذا لهنا بي ام على بي اش يساوي 1 على 2، هذا باش يعطيني انه ام منتصف بي اش، ثم استنتج سي اش، دونك لهنا سي اش يساوي 2 ام اي. فوالا دونك ام اي حسبناها في اول في السؤال اللي قبلها، دونك ولقيناها 4.8 سنتيمتر، اذا سي اش يساوي 2 في 4.8، دونك 2 في 4 عندنا 16، و 2 في و 2 في 8 16، و 2 في 4 8 1 9، دونك 9.6 سنتيمتر. فوالا هكايا نكونو كملنا نموذج من فروض المراقب عدد 4 في مادة الرياضيات لتلاميذ سنة 9 أساسي. كان عندكم أي استفسار ما تترددوش تتصلوا بسبورة نت وأنا على ذمتكم.